نعمل جاهدين على استرجاع إمكانيات الاقتصاد، إمكانيات المؤسسات الوطنية الاقتصادية، خاصة من خلال جرد مختلف المؤسسات الموجودة على المستوى الوطني والتي هي موجودة حاليا في حالة غلق أو في حالة ركود. شركة ألزانك بالغزوات، مركب الورق بالسعيدة، مصنع الخميرة ببوشكوف، مصنع الرخام بقلمة، مصنع ما الأبيض للزجاج بتبسة، الشركة الإفريقية للزجاج بالطهير، مصنع الخزف الصحي بالمدية، ومصنع لماك للجلود بسيك. فكلها مؤسسات كانت زهرة للنسيج الصناعي والاقتصادي الوطني. تخلت الدولة عن الاحتكار، فماذا وقع؟ حول هذا الاحتكار إلى أناس لم يستغلوا الفرصة كما كانت متاحة لهم، فتوجهوا إلى الاستيراد، ففقدنا آلاف المناصب الشغل وأغلقنا مئات المؤسسات. فحان الوقت لاسترجاع هذه المؤسسات وجعلها مؤسسات منتجة تساهم في خلق مناصب الشغل وخلق الثروة.